بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نسطب الانجلر سي ال اي على جلوبال على المشين بتاعتنا، واتكلمنا ان الانجلر سي ال اي ما ينفعش تسطبه عندك الا لما يكون عندك النود جي اس والام بي ام، علشان الانجلر سي ال اي بيتسطب بالام بي ام، تمام؟ وعرفنا ازاي بنكريت اول بروجكت لينا باستخدام حاجه اسمها ان جي نيو لان جي. ثانيه بس كده نزوم زوم 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 علشان كده، ايوه كده تمام. واتفقنا ان احنا عندنا علشان نعمل اول بروجكت عندنا بيبقى عندنا الانجلر سي ال اي، وبنستخدم الان جي نيو واسم الابلكيشن اللي احنا عايزينه. وبعد ما الابلكيشن بينزل معانا بياخد شويه وقت على بال ما بيتسطب وكده، فبعد ما الابلكيشن بيتعمل معانا كنا بندخل على الابلكيشن وهو سي دي تشينج دايركتري للملف اللي احنا نزلناه او اسم البروجكت اللي احنا عملناه، وبعد كده بنعمل سيرف للابلكيشن. فهنروح نفتح الابلكيشن بتاعنا من التيرمينال وبعد كده نسيرفه، نعمل له سيرف ان جي سيرف، ممكن داش داش اوبن او داش او، بس انا هسيرفه كده لان انا اوريدي كنت فاتحه هنا كده، تمام؟ وعلى بال ما يسيرف ويشتغل معانا، المطلوب مننا في الفيديو ده ان احنا ندخل على الفولدر ستراكشر ونشوف الانجلر بروجكت الفايلز بتاعته اللي نزلت معانا من الانجلر سي ال اي عامله ازاي. وعلشان ابص على الفايل ستراكشرز، فايل ستراكشر ايه ستراكشرز ستراكشر ماشي ماشي ايا كان ايا كان، فعلشان ابص على الفولدر ستراكشر بتاع الايونيك ايه يا احمد، ركز يا احمد، الانجلر بروجكت، انجلر بروجكت تمام. فعلشان اشوف الاستراكشر بتاع الانجلر بروجكت لازم يبقى عندي تكست اديتور، تمام؟ تكست اديتورز كتير جدا، يعني زي براكتس، زي سبلايم، زي اتوم، زي وبستورم، زي مثلا نيت بينز، زي بص في مليون تكست اديتور، بس احنا بنختار اي تكست اديتور كده يكون كويس ولطيف معانا. فانا بفضل بصراحه فيجوال ستوديو كود، وفيجوال ستوديو كود ميزته ان هو خفيف وسريع، وفي نفس الوقت بيسبورت التايب سكريبت وبيسبورت الاوتو كومبليت، وفي نفس الوقت ايه حاجه سريعه كده ولطيفه يعني. فانت بتروح تعمل له داونلود ونكست نكست فينش زيه زي اي اديتور بتسطبه عادي، تمام؟ بعد ما هتسطبه عندك هنروح نفتح فيه البروجكت بتاعنا. فانا اوريدي فاتح البروجكت اهوت او فاتح الاديتور، فنروح نقول له اوبن فولدر، افتح لي الفيرست اب بتاعي واقول له اوكي، تمام؟ بالشكل ده كده. برضه نزوم هنا شويه، زوم 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 كمان مره، لا كده كويس تمام. طيب نروح نتاكد ان البتاع عمل له سيرف، ونروح نشوف البراوزر اشتغل ولا لا. ايوه اشتغل معانا والدنيا تمام اهو زي الفل. طيب عايزين بقى ندخل كده نمسك كل فولدر واحده واحده ونشوف كل واحد من ده بيعمل ايه. اول حاجه عندنا اول فولدر هيقابلنا خالص اسمه الاي تو اي. الاي تو اي ديت تيست يونت اسمها اند تو اند، تمام؟ التيست يونت دي بتبقى علشان بس بنتست الكود بتاع الانجولار، والكود بتاع الانجولار نتاكد ان هو شغال تمام وزي الفل، تمام؟ بعد كده عندنا النود موديولز. النود موديولز دي بتنزل لما بتعمل انستول للام بي ام باكجز اللي موجوده عندنا. يعني حتى لو رجعنا كده تاني هنا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت دلوقتي بمجرد ان انت هتعمل انجينيو اسم البروجكت بتاعك هيعمل حاجه اسمها انستولنج ام بي ام باكجز. الام بي ام باكجز ديت هي بقى اللي ايه الاوتبوت بتاعها طلع في الفولدر اللي اسمه نود موديولز. حتى لو فتحناها نلاقي كلها باكجز كده خاصه بالانجولر وخاصه بحاجات كتير، ادي انجولر وادي انجولر مش عارف ايه، وادي ان جي، وادي مش عارف كذا وكذا وكذا، فحاجات كلها ايه خاصه بالانجولر وخاصه بالديبندنسز بتاعت البروجكت، او البروجكت بيعتمد على حاجات معينه. فالام بي ام باكج انستول ديت عملت لنا الفولدر دوت الباكجز، كل الفولدر كل البروجكت اللي محتاجها. وبعد كده عندنا الفولدر بتاع السورس. فولدر السورس ده اللي هيبقى فيه كل شغلنا، تمام؟ بس هنكمل كل الفايلات الصغيره اللي تحتيه ديت وبعدين نرجع له تاني. عندنا بعد كده دوت انجولار سي ال اي. احنا دلوقتي بنستخدم الانجولار سي ال اي، يبقى الانجولار سي ال اي يبقى اكيد ليه كونفيجريشن معينه كده بيشتغل بيها. الكونفيجريشن بتاعت الانجولار سي ال اي محطوطه في الفايل اللي اسمه دوت انجولار سي ال اي دوت جيسون ده، تمام؟ بعد كده عندنا فايل تاني اسمه اديتور كونفج. الاديتور كونفج ديت ده فايل معمول علشان يخلي كل الكونفيجريشن بتاعه الاديتورز اللي انت هتستخدمها كلها شبه بعضها، لان ساعات بيبقى في اديتور التابس بتاعته او السبيس بتاعته بتبقى اتنين، وفولدر واديتور تاني تلاقيه اربعه، واديتور تاني مش عارف تمانيه، واديتور تاني مش عارف كام. لا هم هنا عملوا فايل صغير كده اسمه اديتور كونفج علشان يخلي كل الكونفيجريشن بتاعه البروجكت موحده على اي اديتور انت تستخدمه، تمام؟
الجيت اجنور، الجيت اجنور دوت دي حاجه خاصه بالجيت علشان بس يعمل اكسكلود او ما يعملش كوميت للفايل، لفايلز معينه كده، عشان لو انت بتستخدم جيت ولا حاجه. الكارما، الكارما برضو ديت عباره عن تيست يونت. الباكج جيسون، الباكج جيسون بقى ديت الباكجز اللي اتسطبت في النود مديولز. مش احنا قلنا ان احنا دلوقتي لما بنعمل بروجكت بالانجلر سي ال اي بيروح يعمل انستول للام بي ام باكجز، الام بي ام باكجز بقى محطوطه هنا في الباكج جيسون. حتى لو فتحناها هنبص هنلاقي عندنا ايه، هنلاقي عندنا انجولار كومون وانجولار كومبايلر وانجولار كور وانجولار مش عارف ايه وانجولار مش عارف ايه. الحاجات دي كلها، دي كلها الديبندنسيز اللي بيعتمد عليها البروجكت بتاعنا، تمام؟ هو بيروح يسطبها من الباكج جيسون. وعندنا الفايل بتاع الاسم العجيب دوت، ده برضو عباره عن تيست يونت. الريدمي دي حاجه برضو خاصه بالجيت. التي اس كونفج، احنا قلنا ان احنا البروجكت بتاع الانجولر بتاعنا او الانجولر عموما مكتوب بالتايب سكريبت، فالتايب سكريبت اكيد لازم يبقى ليها كونفيجريشن برضه في قلب البروجكت بتاعنا. الكونفيجريشن بتاعت التايب سكريبت مكتوبه في الملف اللي اسمه تي اس كونفيج، تمام. عندنا بعد كده الفايل بتاع التي اس لينت دوت جيسون. ده التي اس لينت ده عباره عن ايه، لينتر كده بيساعدك ان انت بيخلي الكود بتاعك يعني ماشي بطريقه منظمه او بطريقه كويسه. كل ما مثلا لما تعمل حاجه غلط يديك لينت كده، يديك هنت كده، يقول لك خلي بالك ان الحته ديت مثلا فيها مشكله مش عارف ايه. الناس اللي بتستخدم براكتس بيبقوا عارفين الموضوع ده جامد قوي، يعني بحيث ان انت لما تيجي تكتب جافا سكريبت بيقوم مطلع لك ايرور تحت كده ان مش عارف كذا از نوت ديفايند مش عارف ايه كده مش عارف مالها وهكذا. فالتي اس لينت دوت ميزته ان هو بيخلي الكود بتاعك كونسيستنت اكتر. يعني نرجع بقى لملف السورس، فولدر السورس، سوري ملف ولا فولدر، فولدر ماشي. فعندنا الفولدر بتاع السورس هنا هيبقى جواه حاجات كتير جدا، يعني جواه الاب، جواه الاسيتس، وجواه الانفايرمنت، وجواه كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي. الاب هو ده الابلكيشن بتاعك اللي هتكتب فيه بقى كل الكومبوننتس بتاعتك. لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الانجلر عباره عن كومبوننت بيزد، فالاب هتكتب فيه كل الكومبوننتس اللي انت نفسك فيها. الاسيتس، الاسيتس ديت المكان اللي بتحط فيه ملفات السي اس اس بتاعتك، ملفات الجافا سكريبت، الصور، مش عارف ايه، اللي هي الاسيتس المعروفه، الاسيتس بتاعت اي ويب سايت. انفايرمنتس ديت بتبقى حاجه خاصه بالبرودكشن وخاصه بالديفلوبمنت مود، يعني فهنبقى نتكلم عليها في وقتها. الفافايكون، الفافايكون ديت المعروفه اللي هي الفافايكون اللي فوق ديت، الايكون اللي بتبقى محطوطه جنب التايتل اللي فوق. حتى لو فتحناها هتلاقيها واخده العلامه بتاعت الانجولر اهي، تمام. طيب بعد كده الاندكس اتش تي ام ال، ديت الانتري بوينت بتاعت البروجكت بتاعك. ديت الاندكس اتش تي ام ال اللي هي ظهرت معانا في قلب البراوزر، ودي حاجه معروفه ما فيهاش جدال. يعني المين تي اس، المين تي اس ديت بقى اللي هو بدايه الابلكيشن بتاعك، بيبتدي بالفايل ده كده. اول ما بتبتدي الابلكيشن بتاعك بيقوم رايح باصص على ملف التي اس ده، وهنشرحه بالتفصيل الممل بس نخلص، بس نعرف كل حاجه دي بتعمل ايه. عندنا بعد كده في فايل اسمه البولي فيلز. البولي فيلز ديت عباره عن ايه، عباره عن ان انت دلوقتي الانجولر بيستخدم تايب سكريبت واي اس 6 وبيستخدم حاجات مودرن قوي، ففي بعض البراوزرز ما بتبقاش قادره تفهم الحاجات دي كلها، فلازم تعمل البولي فيلد. البولي فيلد ديت بتيجي بتسد الفجوه اللي بتحصل ما بين البراوزر القديم والكود الحديث، يعني بياخد الكود الحديث اللي انت كاتبه دوت بيحوله الكود ليجاسي كود، اسمه ليجاسي كود. الليجاسي كود دوت اللي هو بيشتغل على اي براوزر، تمام. فبناخد البولي فيلز ديت مهمتها انها بتاخد الكود المودرن بتاعنا بتحوله ليجاسي كود علشان البراوزرز تقدر تفهمه، تمام. وبعد كده ستايلز دوت سي اس اس غنيه عن التعريف، ملف سي اس اس بتكتب فيه الوان وبتكتب فيه الحركات بتاعت السي اس اس دي. ملف التست، تيست دوت تي اس ده بقى ملف التيست بتاع كل التيستنج يونت اللي موجوده هناك ديت اللي احنا قلنا عليها، ده برضو حاجه خاصه بالتيست يونت. التي اس كونفج مع كونفجريشن للتي اس، والتايبنج ده عباره عن حاجه اسمها تايبنجز كده هنيجي لوقتها يعني وهنقول بالتفصيل دي عباره عن ايه. طيب لو احنا فكرنا نفتح الفولدر بتاع الاب هنلاقي جواه حاجه اسمها اب دوت كومبوننت واب دوت كومبوننت اتش تي ام ال، اب كومبوننت دوت سبيك دوت تي اس، اب دوت كومبوننت دوت تي اس، اب دوت مديول دوت تي اس، تمام. خلينا بقى كده ايه نخرج بره الفولدر استراكشر ده، هنعمل بس هنا فايل صغير كده هنشرح فيه كام حاجه. اول حاجه عايزين نعرفها، عايزين نعرف ان الابلكيشن بتاع الانجولر، ابلكيشن بتاع الانجولر بيتكون من ايه. ابلكيشن ايوه كده.
الابليكيشن بتاع الانجولار بيتكون من كذا حاجه، بيتكون من كومبوننت بلس كومبوننت بلس كمان كومبوننت، اي بيتكون من مجموعه من الكومبوننتس بمعنى اصح يعني. طيب هو ايه الكومبوننت دي بقى؟ يعني عمالين نقول كومبوننت كومبوننت كومبوننت، ايه الكومبوننت؟ الكومبوننت ديت ببساطه، تعالى كده نروح على موقع الانجولار. الكومبوننت ديت عباره عن جزء من الكود، تمام، مستقل بذاته مستقل بنفسه، وليه كل الخصائص بتاعته في مكان معين كده، كينونه كده مستقله بنفسها ومستقله بذاتها. طب ايه اللي يخليني اعمل كومبوننت؟ ما انا ممكن اكتب كود عادي زي ما بكتب اي كود. ميزه الكومبوننت انت بتخلي الكود بتاعك ريوزبل كود، تقدر تستخدمه اكتر من مره بس مع اختلاف الداتا اللي جواه. يعني على سبيل المثال، شايف الجزء الاسمر ده كده، الجزء الاسمر دوت متكرر معانا ادي مره وادي التانيه وادي التالته، متكرر معانا 3 مرات اهو، وكل مره في داتا مختلفه، تمام. ودي كده، دي كده عباره عن كومبوننت، كومبوننت مستقله بذاتها، ليها الخصائص بتاعتها وليها الكود بتاعها وليها كل الحاجات بتاعتها، تمام. ولو احنا هنعمل اي ويب سايت في الدنيا على انه كومبوننت، فاحنا هنبص مثلا هنقول ان الناف بار بتاعنا ده عباره عن كومبوننت، الجزء بتاع السيرش ده عباره عن كومبوننت تانيه، السايد بار اللي في الجنب ده عباره عن كومبوننت، الرايت سايد بار ده برضه عباره عن كومبوننت. يعني من الاخر الكومبوننت ديت جزء مستقل بنفسه ومستقل بذاته وملوش اي علاقه باي حد تاني، ممكن يتكرر اكتر من مره باختلاف الداتا بس ملوش دعوه باي كومبوننت تاني، تمام. طيب الانجولار ابلكيشن بتاعنا بقى بيتكون من مجموعه من الكومبوننتس، ادي الكومبوننت وكومبوننت وكومبوننت بيعملوا لي ابلكيشن، تمام. طيب الكومبوننت بقى لوحدها كده بتتكون من ايه؟ الكومبوننت لوحدها كده بتتكون من تمبلت HTML تمبلت، اهو تعالى نكتبها كده اهو HTML تمبلت، وبتتكون من حاجه اسمها كلاس. الكلاس دوت اللي هو بيتحكم في اللوجيك بتاع الكومبوننت بتاعتي، وعندنا حاجه تانية اسمها ميتا داتا. الميتا داتا ديت اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن شويه خصائص كده بتديها للكلاس علشان تعرفه ان هو هيستخدم التمبلت ده. طيب ما علينا من كل ده، طب احنا عايزين نشوف ده كده في البروجكت اللي احنا نزلناه، في الحاجه الاصليه اللي احنا نزلناها دي. فبكل بساطه لو احنا رجعنا للايديتور بتاعنا اهو، بصينا للاب بتاعنا، الابلكيشن بتاعنا بيتكون من مجموعه من الكومبوننتس، بس دلوقتي ما فيهوش غير الروت كومبوننت اللي اسمها الاب كومبوننت، تمام. الاب كومبوننت ديت ادي اب كومبوننت سي اس اس، اب كومبوننت اتش تي ام ال، اب كومبوننت سبيك تي اس، واب كومبوننت دوت تي اس، تمام. طيب مش هندخل جوه كل واحده وهنقول جواها ايه، الفيديو الجاي هنقول الكلام ده، بس عايزين نعرف نفهم النظريه نفسها بتاعت الكومبوننت. يعني انت بتحط كومبوننت مع كومبوننت مع كومبوننت عشان تطلع لي ابلكيشن. الكومبوننت دي بتتكون من مجموعه من الحاجات اللي هي التمبلت والكلاس بتاعي والميتا داتا. طيب السؤال هنا بقى، ازاي بجمع الكومبوننت دي كلها، تمام، علشان اطلع الابلكيشن؟ ساعتها بقى انت هنا بتستخدم حاجه اسمها المديول. المديول دوت هو اللي بيجمع كل الكومبوننتس بتاعتي علشان يعرف الكومبوننت ديت للابلكيشن، علشان الابلكيشن يفهم ان هو عنده كومبوننتس هيشغلها. وعندنا برضو هنا في روت مديول، او بمعنى اصح كده اللي هو المديول الاساسي اللي بيبتدي بيه اي ابلكيشن، هو المديول الاب مديول. بمعنى اصح برضو ان احنا دلوقتي ما ينفعش الابلكيشن بتاعنا يبتدي من غير اي مديول، لازم يكون فيه على الاقل واحد مديول وهو الاب مديول ده، تمام. والاب مديول دوت ممكن نلاقي جواه مجموعه من الكومبوننتس اللي تخص المديول ده. بمعنى اصح كده يبقى الابلكيشن بتاعنا ده عباره عن مكان كبير بيتكون من مجموعه من الكومبوننتس، والكومبوننتس ديت ليها مديول خاص بيها. الابلكيشن ما ينفعش يشتغل معايا من غير ولا مديول، لازم يكون ليه اساس، لازم يكون فيه مديول كده، تمام. والمديول دوت اللي هو مين؟ اللي هو الاب مديول، تمام. بس كده. فالمفروض دلوقتي ان احنا الفيديو الجاي هنتكلم عن الكومبوننتس باستفاضه اكتر، وهنعرف كل فايل من دول بيعمل ايه، وازاي هنقدر نشغل الاول كومبوننتس لينا، وازاي نكريت الكومبوننت، ونفهم اكتر يعني ايه المديول ده، تمام. بس كده. السلام عليكم.